ايه، كنا حصل ظروف، كنا لغينا الحفل وجينا يوم الخميس، فانا بعتذر لكل اللي جه، ويعني رجعنا تاني. تاني حاجة بنهنئ نفسنا وبنهنئ الشعب المصري كله، الحمد لله احنا عندنا الاستحقاق تاني من خريطة المستقبل. احنا الحمد لله الانتخابات الرئاسية عدت بسلام، ومن ده بيؤدي إلى استقرار في الوضع القائم، ويخلي ناس يعني تقبل على العمل أكثر وأكثر، لأنه بقى في منظومة النهاردة، بقى في دولة، عندنا دستور، عندنا رئيس، الأمور إن شاء الله محتاجة تضافر جهودنا كلنا، نشتغل سوا عشان نزق العجلة اللي واقفة بقالها فترة دي، عشان الدنيا تمشي وإن شاء الله مصر ترجع عظيمة وشامخة زي الأول. طبعا الاحتفال النهارده احنا بنحتفل اولا مكرم اخواننا وزمايلنا اللي وفاتهم المنيه، يعني هم اثناء العمل، يعني طبعا ده حسابهم، وان شاء الله ربنا يكرمهم ان شاء الله ويسكنوا فسيح جناتهم. انما احنا يعني التكريم ده حاجه بسيطه جدا، ان احنا نقول لهم بكرمكم، واي حاجه لاسرهم احنا تحت امرهم كوزاره، لان احنا المبدا ان الوزاره هي اسره كبيره، الاسره دي كلها متكامله، مهما كان الفرد اللي موجود ايا كان مكانه، احنا يعني في ظهره واحنا معاه. احنا المره دي بنكرم كل، يعني احنا ما بنكرمش مهندسين بس، او بنكرم اداريين بس، او بنكرم فنيين بس، او بنكرم عاملين بس، لا، احنا بنكرم كل الناس. ده بيقول ان احنا زي ما بنقول في الاول، احنا اسره واحده، مفيش فرق بين واحد والتاني، كلنا كل واحد الفرق بس في العمل بتاعه، يعني ده بيشتغل كده، ده بيشتغل كده، انما لا مهندس يعرف يشتغل من الفني، ولا فني يشتغل من المهندس، ولا فني مهندس يشتغل من الاداري، والعامل ده جزء اساسي للمنظومه، لانه احنا مشكلتنا النهارده ان احنا يعني في الصف مثلا مش لاقيين عمال، الناس الافاضل اللي كانوا بيشتغلوا زمان ما بقاش في حد بيشتغل النهارده، لدرجه ان احنا النهارده بنجيب مقاولين يعملوا الشغل اللي المفروض كنا احنا بنعمله في الفترات السابقه، لانه ما بقاش عندنا العماله المدربه اللي كانت موجوده زمان، وما حدش حس بقيمتها الا دلوقتي. فاللي انا باكد عليه انه بدون كلنا بنشتغل مع بعض اسره واحده، حته ان احنا نتعامل كاسره بمعنى اسره، لانه النقطه النهارده المهندس ما عملش الناس اللي معاه كويسين، ما عملش الاداريين كويسين، ما عملش المنظومه اللي هو بيشتغل عليها كويس، ايه اللي هيحصل؟ عنده شبكه تلا، وعنده شبكه مصارف، وعنده منشات، وعنده بوابات، عنده متابعين. الكلام ده كله لو ما تمش بشكل جماعي، بشكل عمل مؤسسي محترم، كل الناس تتعاون مع بعضها، ده هيؤدي الى ان المنظومه كلها اللي هي وزاره المواد المائيه والري، اللي هي طول عمرها وزاره شغاله، لو احنا افتكرنا من زمان وزاره الري دي كانت هي وزاره الاشغال والمواد المائيه، كان فيها كل الوزارات، يعني كانت وزاره الكهرباء يعني جزء كانت من وزاره الري، او وزاره الاشغال العامه، وزاره النقل، يعني الوزارات كانت جزء من وزاره الري. يمكن عشان كده الوزير المشرف على خط المهندسين هو وزير الموارد المائيه والري، او وزير الاشغال، لانه هي دي كانت الوزاره الوحيده اللي كان فيها كل المهندسين الموجودين في مصر. احنا عايزين بالتعاون بينا كلنا الوزاره ترجع تاني شامخه، راسنا فوق خالص، طول ما احنا بنشتغل محدش يعمل لنا حاجه، لان احنا بنؤدي، كل واحد بيؤدي واجبه. وزارتنا وزاره كبيره خالص، تتحكم في اهم مورد بيرفع من الاقتصاد المصري، وهو الموارد المائيه، لانه بدون الموارد المائيه مش هيبقى في اي حاجه خالص، لا سياحه ولا صناعه ولا شرب ولا كهرباء، كل الكلام ده كله جزء اساسي، فلازم نحس بهذا جوانا عشان نحس احنا قد ايه لازم نشتغل، ولازم نعتز بنفسنا ونعتز بوزارتنا، ان انتوا ناس كبار خالص، انتوا عندكم من غيركم المورد ده لا يدار، من اول السد العالي لغايه الاسكندريه. الاراضي الزراعيه دي بتروي عشان انتوا بتشتغلوا وبتبذلوا مجهود عشان تقدروا توصلوا الميه دي لكل ارض وكل بلدان موجود في مصر.
الاساس بتاعنا ايه النهارده؟ بنشتغل على ايه؟ احنا داخلين على طبعا من غير اي مشاكل خارجيه، احنا عندنا التعداد السكاني ده جزء حاجم عليه. فالمورد ثابت لازم نستغله افضل استغلال. طرق ري حديثه، كان عندنا ارض مشاريع في غرب دلتا الاراضي الرمليه ان شاء الله هنمدها زي مشروع تطوير ري في دلتا بشبك ري تضييق وري رش، بحيث ان احنا نعظم استفاده ونستغل الميه اكثر احسن استغلال. اي نقطه ميه عندنا لازم نشتغل عليها عشان نرمي بيها ارض تطلع اكل يسد الفجوه الغذائيه، تاكل الناس اللي موجوده. الشعب المصري كله في امان، كنتم يعني لازم نحس الاحساس ده ان انتم مسؤولين عن اهم مصدر موجود في جمهوريه مصر العربيه، وهو نهر النيل المورد الرئيسي للميه في جمهوريه مصر العربيه، ولازم نتعامل معاه بكل حرفيه، لازم نبذل اقصى طاقه واقصى مجهود عشان نصل بهذه الامور. يعني ما ينفعش ما نبقاش عارفين الزمان كان يعني الزمان بتاعك فين، او او الميه فين، او مين اللي بيتعدى، او نكتفي مثلا بان احنا نعمل محضر تعدي وخلاص وانا عملت المحضر. لازم نبذل مجهود ان احنا نحاول نزيد التعدي. في تعديات سهله خالص في البلاد بدون دراسات امنيه وبدون، وفي امور محتاجه الكلام ده، ومحتاجه ان احنا ما نقفش جمهور المركز قال لك لا مش هزيل، الحاله الامنيه لا تسمح. نرجع للرئيس بتاعنا، نرجع لرئيس القطاع، نرجع لرئيس الاداره المركزيه. لازم الكلام ده يعني النهارده لازم نطبق القانون، لانه البلد كلها لازم تعرف ان هناك قانون لازم يطبق، لانه المورد ده لو احنا نسيناه وسيبنا الناس زي ما هي سيبناها في الفتره اللي فاتت دي تعدد على مجاري المياه بتاعتنا، لا بنعرف نطهرها. النهارده لو تاخد بال حضراتكم الكميات التطهيرات اللي بتعمل ما حصلتش قبل كده، لانه بدون التطهيرات دي ما نقدرش نوصل الميه لنهايه الترع، ما نقدرش نوصل الميه لاخواننا المزارعين، وبالتالي عندك يبقى انت هتبص لها بمنظر تاني او منظور تاني خالص، ان انت فرطت في حق ربنا اداهولك عشان تؤتمن عليه، وانت فرطت في الحق ده الامانه دي، لانه الميه دي امانه في رقبتنا كلنا، لازم نوصلها لكل المستخدمين على مستوى الجمهوريه، لانه ده الدور الاساسي لوزاره الموارد المائيه والري. ان شاء الله ده يكون الدور بتاعنا ان شاء الله، هو ده الدور ان شاء الله، هو ده يستمر بالفعاليه. جت فترات احنا يعني كان الناس بتستبيح اي حاجه تبع وزاره الري، اراضي ترع، لا احنا نرجع تاني نقف وقفه جامده، واحنا معاكم. يعني اي حد عنده مشكله انا شخصيا برد عليه، اللي بيطلبني انا بقدر برد عليه، وباخد اجراء في ساعتها وبتحرك، وما كانش شخصيا يعني بعمل حد يبص على المشكله، لو هو مش عارف الا انا احلها ايا كانت المشكله، لانه بدون ان المشاكل تتحل ونحس ان احنا ظهر بعض كلنا، الوزاره دي لازم مش هترجع تنزل، لازم الوزاره دي ترجع شامخه، لان هي شامخه فعلا ليكوا. وزير الري عمره ما هيكلم وزاره المنتشر يبقى شبكه، من غير حضراتكم وغير مجهودكم وغير تعبكم معانا عمر الكلام ده. يعني اتمنى ان شاء الله ان الرساله دي تبقى هي الاساس للعمل في الفتره القادمه، لانه احنا مقبلين على تحديات كبيره خالص. جزء اساسي منها هي المورد المائي، توفير المورد المائي ده الجزء اللي علينا لازم نشتغل عليه جامد، سواء ميه سطحيه او ميه جوفيه، لانه بدون المياه لن تكون هناك حياه ولن يكون هناك حياه. فانتوا عندكم رساله لازم تأدوها، وتأدوها بامانه، وان شاء الله يعني اتعشم يعني في الكلام ده هيطبق من امبارح يعني، وان شاء الله نعيشنا قناع عمر العام القادم يبقى الاحتفال اكبر ونحتفل بناس اكثر. شكرا، السلام عليكم. الجوائز هذا العام هي بتتضمن اكثر من فئه، الغالبيه العظمى منها هي العاملين، الاداريين، الرفقاء، من الاقاليم، من توشكا لغايه اسكندريه، دي الغالبيه العظمى من الاسماء، بالاضافه الى زملاء وزميلات اعزاء فقدناهم خلال العام، وبالتالي وزاره جعلتها دائما للوكاله ابنائها
قررت تكرر الخبر. وطبعا احنا لا يمكن ننسى ابدا المهندس احمد يعني الحنيجي والمهندس عادل عبد الحكيم والاعزاء وكثير الحقيقه تشوف فيها اسماء. لكن عشان وقتكم وحضراتكم مسافرين النهارده ونهارده الخميس احنا هنلاقي حوالي من 10 ل 12 اسم. المتبقين هيتسلموا شهادات وقيم ماليه من الزملاء هنا في الشؤون الماليه والاداريه النهارده عشان تقدروا ان شاء الله تلحقوا بالعوده الى المنزل. ف اسماء وفيات مصلحه الري أسرة الأستاذة حمدية عويس علي سليمان. تفضل. أسرة الأستاذ جمال عبد المتجلي مقصور. تفضل. من العاملين لتدريب ومصلحة الديكة والكهرباء فريق عبد الفتاح عمارة. العاملين لمصلحة الري محمد محمود عبد القادر. ده في قطاع الري. وعندنا الأستاذة منى كامل ميخائيل. منى كامل ميخائيل في قطاع تطوير الري. جرافيا ابراهيم علي. جرافيا قطاع حمايه النيل في الاحلام. لا ما حدش يخش كده يا جماعه. المهندسين المتميزين في هيئه الصرف المهندس عبد الحكيم عبد الفتاح باك. اتفضل. المهندسه صابرين عوض عبد الله بهلولي. اتفضل. المهندسين المتميزين في دورة قياس التصرفات مهندس المراكز. المهندس سيد المهندس اسماعيل محمد علي. مهندسة بصيلي. المهندس اسماعيل. السيدة المهندسة أمل عبد الجليل. استنى بقى كلها ساعة تطلع. خلاص فتح الله بشيء يعني مش هيكمل. طلع ولا؟ طلع شيء. 30/8. احيانا نطلب من بقيه الزملاء المكرمين وهم مبالغين يتفضلوا هنا عشان يبقوا صوره جماعيه مع السيد المدير. وبعد ما نخلص صوره جماعيه ان شاء الله هنستفاد من تقديم الفيديو.
صح كده؟ ممكن اقف هنا؟ يا كابتن